السلام عليكم. ده في خدمة. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخنا يا رب. وفيك يا رب، اتفضل. الله يخليك. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز أعرف القول الفصل في صلاة المسافر. لو أنا على طول في سفر في كشغل يعني، وفي نفس الوقت لما أكون في مصيف أو في أجازة مع بيتي، من يعني من 3 أيام ولا 5 أيام، ولا يعني القول الفصل في صلاة المسافر. أنت مسافر، أنت مسافر في الطريق تقصر دوما، أدمت في الطريق جد بك المسير. مسافر حللت ونزلت، في أي مسافة؟ يعني مثلا من بلد المنصورة. ما تصبر علي بس. تمام. أنت مسافر طالما أنت في الطريق، كل ما يسمى سفر تقصر الصلاة طالما جد بك المسير، طالما أنك مسافر مسافة سفر. إذا وصلت البلدة التي تريدها واستقريت فيها، الجمهور يقولون 3 أيام بلياليها تقصر، بعد هذا تتم. هذا رأي الجمهور بس، ما فيش مشكلة. في حاجة تانية؟ ايوه، يعني رأي الجمهور تلات، يعني هو حضرتك يعني رأي الجمهور ده الاصلي، يعني اكتر من اقل من 3 ايام اقصر. لو انا نويت من اقعد في مصر مثلا 5 ايام هذا رأي الجمهور، لكن هناك آراء أخر. أفتيتك برأي الجمهور. ولو خدت براءة أخرى، هل في ذلك في للجمهور رأي أيضا آخر، أنك طالما أنك متردد لا تعرف متى سترجع، غدا بعد غد بعد غد، تقصر طالما أنك متردد. هذا رأي الجمهور أيضا. إنما الآراء التانية، لو قعدت أكثر من 5 أيام لن أقصر. لا، في آراء تانية تقصر طالما أنك مسافر، ما دمت لم تنوي إقامة. في ابن عباس يرى أنك تقصر، وابن عمر يرى أنك تقصر 5 أيام، لكن الجمهور ما زاد عن 3 أيام تتم. جزاك الله خيرا. وإياك، مع السلامة.